يا هلا مرحبا فيكم. اليوم في هذا الريفيو راح اسولف عن اخر منتجات شركة دي جي اي المتمثلة في الدرون اير 2S. طبعا احب اشكر اي بي وورد وكذلك دي جي اي جلوبال على توفيركم لهذه القطعة عشان نجربها ونشارك المتابعين اهم المواصفات اللي تتميز فيها هذه الدرون. طبعا في نقطة وايد مهمة، الطيارة راح نلاحظ ان اسمها اير 2S وقبلها بفترة مو وايد طويلة نزلت الاير 2. زين عزيزي شنو تفرق؟ اول فرق مهم وأساسي وكبير صراحة جدا هو حجم السنسر. قبل بالسابق كان حجم السنسر نص إنش مع 12 ميجا بكسل، لكن الحين صار حجمه إنش ومع 20 ميجا بكسل، وهذا شيء ترى وايد مهم. يعني معناته عندي 10 بت من ناحية الألوان والفرايتي عشان ما يصير عندي تكسر، خاصة إذا استخدمت الديلوج. وبالإضافة إلى أن راح نلاحظ أن الريزولوشن صار اعلى، فبالتالي الطياره قامت تتصور اب تو 5.4K 30 فريم بير سكند، وبال 4K قامت تتصور 60 فريم بير سكند. اي هذا المشكنه ما لا تغرك، هذا المشكنه ترى قامت تتصور كواليتي اعلى وافضل. فبالتالي راح نلاحظ من ناحيه السنسر يعني معناتها حجم اكبر، فرايتي اكبر، برفورمانس اكبر. طبعا 12.6 ستوب دايناميك رينج، يعني معناته حتى فرايتي وطريقه التصوير بالاوضاع الليليه راح يكون وضعي سهاله وجميل ونتائج اقدر اطلع فيها نظيفه. فبالتالي يعني هذا اول نقدر نقول شيء او مربط خيط نقول ان هي افضل من الاير 2. اول شيء راح نسولف عنه هو البادي الخاص في هذا الدرون اللي ما يتعدى وزنه 600 جرام. طبعا راح نلاحظ وجود السناسر الاربعه الموزعين على حوالين الطياره، يعني صار فوق وتحت ومن الامام ومن الخلف، فبالتالي راح نلاحظ كميه السناسر زادت، وبالتالي راح يعطيني فرايتي اكبر من ناحيه والله لما يكون قاعد يسوي اكتيف تراكنج قاعد يلحق هدف وكان في شير، راح تشوف ان الطياره بروحها تتفادى هذه الاشياء على اساس انها تاخذ لك لقطه حتى وان كنت انت على سرعه، فبذكاء الصناعه راح تتفادى لان وجود السناسر كبير وعالي وكثير. فبالتالي راح نلاحظ ايضا مع وجود هذه الميزة اللي موجودة في هذه الطيارة وجود سيستم اسمه الـ ADS-B، وهذا السيستم عبارة عن سيستم نسميه انذار حق اي شخص قاعد يطير درون بارتفاع معين. طبعا حط بالك شغله، طبعا الترانسميشن في هذه الطيارة يصل الى 12 كيلومتر، فبالتالي هم تاخذ ارتفاعات جدا عالية، وهذا الشيء وايد مهم. راح تلاحظون ان لو لا سمح الله مر الطياره ولا جسم طائر هليكوبتر راح يعطيك الارم، راح يقول لك ان ترى في جسم يمك دربالك في مجالك الجوي على اساس ان لا تصطدم فيه، وهذا الشيء ترى وايد مهم لان انا ترى ياما طيرت وكان قلبي يعني يعورني ان انا طول ما انا قاعد طالع الطياره اقول ايش اسم الطياره زين هذا الترك له ولا طق له هرن شلون اسمع. فبالتالي صار الحين في سيستم من خلال الماب تقدر تعرف شنو اقرب طياره حوالينك. طبعا مو طياره درون، لا كذا طياره 777 اللي صار لنا سنتين مو شايفينها من كورونا. يا هلا مرحبا فيكم. حاليا وانا قاعد اسولف معاكم الطياره قاعده تحوس وقاعده تصورني وانا في اللوكيشن عن طريق خاصيه. هذه الخاصيه كانت عباره عن شغله نقدر نقول ابريل فول او كذبه ابريل، انزلت في 1 ابريل 2021 وكانت عبارة عن سيستم. هذا السيستم أن الطيارة بروحها تطير وتصورك وتأخذ لك لقطات، لكن دي جي آي حطتها في طيارتها الجديدة الاير 2S. يعني وانا قاعد أسولف معاكم قاط الريموت الطيارة قاعد تحوس حواليني قاعد تأخذ لي مجموعة من اللقطات على أساس أن أنا أستخدمها أن أنا أعرف عن هذه الميزة. طبعا هذه الميزة جميلة جدا، ليش؟ لأن ساعات أنت تكون متوهق والله تبي تصور وتأخذ لك لقطات وايد حلوة، بس والله مالك خلق والله تأخذ بالك والله وين الطيارة موجودة، شلون أخذها، شنو اللقطات اللي أخذها، والله أبي بان، أبي زوم إن زوم أوت. فالطيارة قاعد تقوم في دورها وأنا قاعد أسولف معاكم، فبالتالي أتمنى أن يعني شوفوا يعني مثلا الحين انا قاعد اسولف معاكم الطياره وينها؟ كاهي فوق والريموت تحت حطيته على اساس ان انا اخذ لقطتي واتكلم اكثر عن الماستر شوت والميزه الجميله اللي موجوده في هذه الطياره. زين عزيز عندي سؤالين. السؤال الأول تسوى ناخذها ولا ما أخذها؟ راح أقول لك، إذا أنت عندك المافيك برو 2 راح أقول لك انتظر
لأن قبل نهاية السنة أتوقع كنا قاعد نشوف الثالثة. بهالمميزات هذه بكاميرا أكبر والله إذا هذا الصغيرة فيها المميزات فما بالك في الأكبر. فإذا عندك انتظر، اللي ما عنده درون لا رح أقول له روح توكل على الله وانت مغمض، واللي هم يبي يسوي تصبيره على ما تنزل قبل نهاية السنة هذيك، لأن تدرون صيف ورانا يمكن ها سفرات ورانا هذا بحر وتوب وبيرد آي ولقطات وش يسمونه، لا رح أقول لك اخذ هذه الدرون لأن حجمها مشكنم، وبالإضافة إلى فيها مميزات مو موجودة أساسا في النسخ السابقة للدرونات اللي نزلتها دي جي آي، فبالتالي ممتازة حق أي شخص يبي يقتني الحين بالفترة الحالية الدرون على ما تنزل الجديدة. إنزين، وبعد في سؤال ثاني، السؤال الثاني عزيزي أخذها بروحها ولا كومبو؟ صراحة إذا خذيتها كومبو وايد أفضل لك. ليش؟ أول شيء تيك بجنطة جاهزة ودخلها بطاريتين زيادة ومعطينك كم مروحة تكفر، معطيك مراوح زيادة، يعني إذا نظامك تيب العيد وايد تحدد جلوف ناس وايد فحط لك مراوح زيادة على أساس إنه يعني شو اسمه حق اللي يبون عيد. زين، بالإضافة إلى وجود الأندي فلتر 4 ستوب 8 ستوب 16 و32، فبالتالي إذا بنحط الفلاتر عشان ما نقعد نحرق الدنيا ونخلي الشتر عالي ونيب العيد بالفوتج، لا حط لك أندي فلتر تقدر تستخدمهم مع هذه الطيارة. فبالتالي عزيز تنصح؟ أكيد أنصح، قلت لك بطاريتين وعندي فلتر وجنطة مرتبة بس خلاص، بعد شنو تبي بعد أكثر من شيء؟ فبالتالي أنصح أكيد بالكومبو على عكس أنه تأخذها بروحها. أوكي عزيز أنا عندي اكسسوري وعندي جنطة، أوكي كيفك خلاص أخذها بروحها. وبكذي وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أحب أشكر أي بي وورد وكذلك دي جي آي جلوبال على توفيرهم لقطعة الاير 2S عشان نجربها ونشارك المتابعين أهم المواصفات الخاصة بهذا المنتج. على أن نراكم بإذن الله في حلقة قادمة، يمكن تكون ريفيو يمكن تكون معلومة مع وجود تدرون بعد الاستوديو الجديد، إن شاء الله نقدم لكم محتوى يثري معلوماتكم وكذلك معرفتكم في هذا المجال. شكرا على خير ومع السلامة.